مساء الخير وحياكم الله. اليوم معنا العديد من الموضوعات والعديد من الملفات، لكن قبل ما نبدأ في حلقة الليلة نروح لأبرز عناوين هذه الحلقة. سفارة المملكة تصعد حادثة الاعتداء على أسرة سعودية للقصر الجمهوري ورئاسة الوزراء بتركيا وتحقيق عاجل في الواقع. وبعد تسمم 22 طالب في بريدة التعليم تفسخ التعاقد مع الشركة المشغلة. وتعرض 4 أطفال لعنف أسري والشؤون الاجتماعية تعلن احتجاز مصدر العنف. وبتشوفون معنا أيضا في حلقة اليوم مطار الملك خالد الدولي يطلق تطبيق ذكي لخدمة الركاب بمواعيد رحلاتهم. وحروق من الدرجة الثالثة لشابين بسبب انتشار غاز علبة الفضفاض داخل سيارتهم. والخطوط السعودية تكافئ موظفا أنقذ طفلا من الاختناق ورفض مكافأة من والده. حياكم الله. أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا على تفاعلها بشكل فوري مع حادثة الاعتداء على الأسرة السعودية بمطار أتاتورك بمدينة اسطنبول ورفعها الأمر لوزارة الخارجية التركية وإجراءها اتصالات مع القصر الجمهوري ورئاسة الوزراء كاشفة عن قيام الحكومة التركية بفتح تحقيق عاجل في الواقع. وأوضحت السفارة أنها خاطبت وزارة الخارجية التركية رسمياً بالواقع، كما أجرت اتصالاتها مع القصر الجمهوري ورئاسة الوزراء، حيث أبدى كافة المسؤولين الأتراك اللي تم الاتصال بهم استغرابهم وامتعاضهم الشديد لما حصل، مؤكدين في الوقت ذاته أن الحكومة التركية بتقوم بفتح تحقيق عاجل في هذا الأمر مع وضع السفارة والقنصلية في صورة التحقيقات، والتأكيد على أنه بناء على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المتسبب بما يمنع تكرارها مستقبلا. معي هنا في الاستوديو أسرة عبد الله المنصير، كل العيال والبنيات، نتكلم معهم اليوم عن اللي صار والقصة عموما. حياكم الله. الله يحييك. كيف الحال؟ والله الحمد لله. ريماس كيف حالك؟ الحمد لله. وأسيل طيبة؟ معي ريماس وأسيل، ومعي أيضا يزيد ومنصور وسطام. هلو. طيب أنا بسألك يزيد، هلو. وش اللي صار معك في البداية؟ المتهم أنه رفع صوتها أنت؟ لا، هي البداية أنه أحد موظفين مطار الخطوط السعودية هناك في مطار اسطنبول وجهنا على شو اسمه الصف هذا، اللاين اللي فيها حق المعاقين، الكاونتر. ممتاز. طبعا هو اللي وصفنا اياه، يعني المفروض هو اللي يفتح لنا. بعد ما دخلنا في 3 قدامنا عاديين ورانا سعوديين، ما هم معاقين اللي قبلكم؟ لا، كلهم معافين. ايه الحمد لله. طيب، فمشكلة ان احنا بعد ما جاء دورنا شو اسمه الوالدة الله يحفظها عطت الجوازات، بس هو ما رفض انه ياخذ. ليش رفض؟ قال انا ما اروح هناك. يلا، ايه ما ادري، قام كذا يزعق بعد ما طلع من الكاونتر، قاعد يزعق. ايوه، فبعد ما يزعق ما ادري اللي ورا هي جو، ما ادري وش صار، صارخ تعدى على اخوي الصغير منصور، تعدى عليه ضربوه بعدين طبوا عليه. ما ادري 3-2 ما ادري، بعدين انا جيت بحاول فكهم منه، طبوا علي انا. ايه خنقوني. طيب ليش طبوا عليك؟ على اساس اني بفكهم منه، لانه فكهم من اخوي هو. أيه؟ طب عليك ضربت كذا بدون مسكني؟ أي سبب؟ قطع ملابسي وقال لك ارجع. يعني لا، هو سحبني كذا وقطع ملابسي وطيحني في الارض. صوتك. وطيحني في الارض، ويوم طحت في الارض وين جيت؟ انا جيت بفكهم. اي يوم جيت بفكهم يحسب اني بضربه. طيب، طب عليه هو وزنه وش اسمه خنقني في يدين على الحديده وطيح نظارتي. أيوه؟ وصارت مشكله بعدها. ما ادري ايش صار ما ادري ايش صار، تخبص الطبه ويمكن 10 زياده. ومسكها وسطام
وجو على ثلاثه على منصور يرجفونه والوالده مكدمه تحاول تفكهم يكدمونه ويضربونه مع طرفه. طيب عشان كذا انا معي امك ام يزيد. ام يزيد معي؟ مرحبا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، جزاك خير. دفوك يا ام يزيد؟ نعم، في البدايه هو دفعني. اي على اساس يعني نروح للجهه الاخرى. اي وكان خلفنا عائله سعوديه، فلما دفعني ايه؟ طبعا انا قلت له، قلت اللي قدامنا يعني راحه وما صحيح فيهم شيء، على طول دفعني. ولما انا ما اتحرك قام سحب يدي، سحب يدي على اساس يعني يرميني بالارض، بس الحمد لله اني يعني ما تمسك. هل هذا عسكري ولا لابس لبس مدني؟ لا هو موظف جوازات، موظف جوازات يعني المطار. ايه نعم. يعني بس كذا دفع بناتي ودفع الولد منصور عمره 14 سنه دفعه. ايه وسحبه ملابسه، بعدين سحبه ملابسه كانه بيخنقه، وقام فيه ضرب ضرب ضرب. انا ما تمالكت نفسي. طيب لحظه يعني بسرعه جو اثنين برضو قاموا يضربون فيه، يعني احنا قاومنا، احنا ما سكتنا، احنا جميعا قاومنا، يعني ايه ليش نسكت واحنا على الحق؟ صحيح صحيح. طيب انا بسالك، اللاين اللي جيتوا فيه او المكان اللي جيتوا فيه هذا، هل احد دلكم عليه قال وقفوا هنا؟ اي نعم، الموظف اسمه عدنان اوغلو هو اللي وجهنا هناك. عدنان اوغلو كلم نعم اي كلم سنتين موظفات تركيات كانوا واقفين عند المدخل حق، كان في شريط ازرق لازم يفتحونه، فكلمهم وفتحوا لنا دخلنا. ام يزيد قال لك غيري المسار وانت رفضتي ولا انت يعني ممكن بس افهم هذه؟ يا ابوي ما مداني اتكلم، ما مداني. طق الولد على طول ولا شيء، طلع على طول، طلع على طول علينا ويصرخ صوت عالي. اللي وراي حرمه كبيره بالسن، يعني تقريبا عمره يعني بالخمسينات، كانت قالت طيب. قالت له ليش تصارخ علينا، اسكت ولا كلمه. طيب هو تنرفز زياده. طيب الأهم أنك أنت بصحة وسلامة يوم يزيد. الحمد لله الحمد لله رجعتينا بسلامة، وإن شاء الله التحقيق بياخذ مجرى. شكرا لكم يزيد، يعطيك العافية. يعطيك العافية، شكرا. طيب أنا الحين بروح للرماس وأسين، أنتوا يقولون لي خفتوا، طقكم أحد، لمسكم أحد؟ لا الحمد طيب لله. الحمد لله. وش صار؟ أنا شفت أخوي أول واحد ضرب أخوي الصغير، بعدين طبوا عليه كلهم اخوي الصغير وشقت بلوسته. ايه وبعدين انا بعدين جو كلهم حق الجواز، وما شفت اخوي، خلاص غطوا على اخوي ومسكوني حريم، وانا قلت حريم سعوديات، شوي سعوديات شوي تركيات. بعدين مسكوني وانا اصيح، رجع ابوي جاء قال ابوي وش فيه وانا قلت لابوي، قلت له انه مسكوا اخواني ولا لي، وما شفت احد من اهلي اصلا ولا امي ولا، راحت امي طقت الولد الرجال اللي ضرب اخوي الصغير منصور. وبعدين انا بكيتي؟ اي بكيت، بعدين مسكوا الحريم، بعدين يمن جاء ابوي شالاني بعدين ايه قولي لي، بعدين جات امي راحت تضرب الرجال، وراحوا اخوي ودهم الغرف يعني مو بسجن. طيب بعدين جت امي وابوي، وابوي اول واحد اللي جاء قبل طيب. امي ممتاز. وانتي خفتي؟ انا بعد خفت. ليه؟ ما حد جاك، ما حد لمسك؟ ايه عشان اخواني شجنوهم كذا. اها كم جلستي تنتظرين اخوانك؟ جلست كذا ساعات شوي. طيب طيب خليني بس اسال اخوانك، اسالك بعدين، اخذوكم انتوا، اخذوك انت يزيد للتوقيف؟ اي اخذونا التوقيف السجن، وانتوا رحتوا دار احداث صح؟ ممتاز. جوا المطار ولا برا؟ لا برا المطار. وانت؟ برا المطار كلنا. طيب وش اللي صار هناك؟ هناك قبلها في المول نزلونا على درج. إيه؟ استغلوا الوضع، ما في كاميرات ولا شهود، قاموا يطقون فينا وحنا مكلبشين، مسكوا اخوي سطام ضربوه بالش اسمه الجدار، لما جاء شرخ في خشمه ومنصور برضو كذا ضربوه، رجفوني على رجلي ايوه، وش اسمه نزف دم هو
واستفرغ، وانا جاني يعني كف العين يعني بقوا شيء. استغلوا الوضع، هم ما لقوا كاميرات ولا شيء. بعدها ودونا هناك تحت التوقيف في المول. ممتاز. بعد المول ايش قعدنا كذا يمكن 5 دقائق. ايه. حولونا على التوقيف برا المطار. برا المطار قريب يعني منه. زين. قعدنا هناك يمكن حوالي ما ادري بالضبط، اتوقع ساعة ساعتين. ايوه. عشان يحققون معنا، وبعدها نفس النظام حققوا معهم ساعتين، يعني حوالي 4 ساعات. ممتاز. قالوا بتبتون هناك. يحقون معكم وش يقولوا لكم؟ يسألون وش صار وكيف ومن اللي تعدى وين وقفتوا، نفس الأسئلة. وقلنا لهم كذا يعني يحققون. وما أدري السفارة ما قصرت معنا يعني، قالت إن أنكم بتبيتون هنا، بس إني أنا حولوني تحت في القبو في التوقيف. أيوة. غرف مظلمة. أها. قالوا بتبيت أنت اليوم هنا معك مساجين واجد. إيه معي كثير. معي كم معك؟ ما أدري حوالي 4. أيوة. أيوة. قالوا إنك بتبيت هنا وبكرة بنحول شو اسمه إن شاء الله بيجون سفارة بيأخذونك. على بكرة ما جاني السفارة وخذوني. أبوك ما جاء إلى الآن، ما قدر يدخل عليكم إلى الآن. عيو. لا عيو يعني ما ندري أي قسوة أو أي قلب يعني ذا ما. إيه إنه ما ما أبوكم ما قدر يدخل عندكم. أبداً. إيه. أبداً. إلا بعد عناء طلعنا له شفناه. طيب. بعد اليوم الأول. بعد اليوم الأول من بكرة الصبح الساعة 9. إيه. طلعوني أنا وبعض المساجين، حتى بعض المساجين اللي ما كانوا معي في القبو. أيوة. أخذونا على مخيم في نص المدينة في إسطنبول. طيب. فأنا حسيت في الربشة والخوف يعني لأن في غربة وما في أحد عارف يعني، فقلت حولونا هناك زي المخيمات، أخذوا مني دم. أيوة. حبوا دم. أيوة. وقعدوا شوي هناك انتظار ما أدري كم، يمكن تقريبا ساعة لأن ما كانوا معنا جوالات ولا شيء مخذينا منه. بعدها رجعوا وأخذونا هناك إلى شو اسمه قسم ترحيل، سجن ترحيل هناك. أيوة. في نص المدينة بعيد. بعد قعدت هناك يمكن حوالي 5 ساعات تقريبا. انت واخوانك هذا؟ لا هذول احنا كفلنا المحامي. طلعكم. اي رحنا. بقيت انا هم اللي مربطونا. بعدها يمكن قبلها كذا بعدها بساعتين. ايه. جو اخواني وشفتهم انا اطمنت عليهم مشوى، قالوا لازم تنتظر لما تحجزون تذكره عشان ترحلون. ترحيل؟ اي لازم تحجزون تذكره ولا تقعد هنا. قلت له خلوني اتواصل مع اهلي. ايوه قالوا في بطاقات وزي كذا. لا هو ابوي جاء. ايوه جاء هو تحت وشفت ناس يبيعون في بعض العرب هناك عند الترحيل. سالتهم قلت شلون اتصل ذا، في تليفونات عموميه زي كذا. كبعين. ايوه قالوا في ناس يجون عند الشبك او السجن ذا. ايه. يبيعون لك بطاقات تاخذها وتتصل بي. طيب. واخذتها انا وعلموني كيف اتصل ذا، واتصلت عليهم قالوا خلاص. دقيت على ابوي قال لنا خلاص انا بحجز الساعه 5 ان شاء الله بيطلعونكم. ممتاز. طلعوك 5؟ طلعوني 5. طيب. قعدت يمكن 4 ساعات انتظار. ممتاز. ايوه طلعوني. طيب انا بطلع الحين، احنا رجعنا من تركيا، ابغى اروح للجانب الثاني. الفحوصات الطبيه اللي صارت لكم في مدينه الملك سعود الطبيه. ايوه. وش طلعت نتائجها؟ انا في كدمات في يدي والخنق. ايوه. منصور رجله. في شق شخط كذا سطحي. ايه؟ وشق حتى العظم تحت. طيب. سطن في شعره مكسور خشمه. في الخشم. ايوه نزيف. طيب. التقارير الطبيه مختومه موجوده من مدينه الملك سعود الطبيه. ايوه. هذه كانت بعد كم سويتوا انتم الفحوصات؟ بعد يومين او 3 ايام؟ بعد ما رجعنا بيوم يعني. نتكلم على 3 ايام 4 ايام يعني من الجمعه وقعت الضرب. الجمعه رجعنا بكره على طول رحنا فحوصات. لان الجمعه كنا مرهقين وذا، رحنا بكره من بكره على طول فحوصات. طيب. سوينا التقارير. الأهم عندنا بناتنا أنهم ما يخافون ولا يجيهم شيء ولا حد يمسهم. هذا أهم شيء عندي. أنا أقولكم اللي صار اليوم مع السفير. اليوم أنا تواصلت مع السفير الدكتور عادل المرداد، كان بصراحة متجاوب، أكد أن السفارة تعمل مع كل الجهات التركية للوصول للحقيقة، وقال أنه إحنا بنوضح الموضوع للناس، وأيضا بياخذ المخطي جزاء، وبياخذون اللي أخطي عليهم أيضا بياخذون حقهم وفق الأنظمة والقوانين الموجودة هناك. هذا 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 اللي هو قاله. أيضا أكد أنه غالبية المسؤولين الأتراك أبدوا أسفهم على الحادث اللي حصل لكم أنتوا، واللي هو أيضا يعتبر ترى فردي، يعني عدد كبير من العوائل السعودية موجودة في تركيا، اللهم لك الحمد ما فيهم أي شيء، ويرجعون بسلامة ويروحون أيضا هناك بسلامة. هذا اللي احنا نحب ناكد عليه، انه الحادث فردي، وانه الاسره السعوديه ان شاء الله انهم بخير، واللي ايضا الموجودين هناك السعوديين ايضا بخير. هذا الامر حبيت اوضحه
عشان ما يكون في أي مجال للتأويل أو دخول في النوايا. إحنا جبنا أهل الحادث من الأب إلى العيال إلى الأطفال عشان نتكلم في هالموضوع، ولا يكون في أي مجال لأي تأويل ممكن أحد يستخدمه ويدخلنا فيه. شكرا لكم يزيد منصور، كمان شو اسمه سطام، وكمان أسيل، وكمان رماس، أشكركم ويعطيكم العافية وأبي أشوفكم أقوى كذا. بس أنا أحب أقول شيء، أتمنى يعني السفارة القنصلية ويشوفون موضوعهم. السفارة القنصلية متابعين الجوازات. شوف السفارة القنصلية متابعين، ولو ما هم متابعين ما كلموكم وكلموا أبوكم وحرصوا عليكم. واليوم الظهر أنا كنت متكلم مع السفير صراحة جدا الرجل متجاوب. إيه بس نبي نعرف كما مع الجوازات كل التحقيقات كما ذكرهم لنا لا 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 أنا كل التحقيقات الآن تبي تصير، والسفارة حريصة جدا أنه إذا كان أخطي عليكم بيأخذ حقكم. شكرا لكم إن شاء الله. وإحنا ما راح نقفل الموضوع إلينا إن شاء الله، يعني نشوف الموضوع هذا كامل ونقفله إن شاء الله. يعطيكم العافية. شكرا لكم. يعطيكم العافية. الله يعافيك. مرينا عادي. إلى موضوعنا الثاني، أعلنت إدارة القصيم إدارة تعليم القصيم فسخ عقد المقاول المشغل للمقاصف المدرسية للبنين وتغريمه بعد ما تسمم 22 طالب بسبب التغذية في عدد من المدارس بالمنطقة. كانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم أعلنت استنفار كافة أقسام الطوارئ إثر تعرض 22 طالب في عدة مدارس مختلفة لتسمم غذائي. وبحسب بيان رسمي فإن 3 مستشفيات استقبلت عدد من طلاب المدارس اللي تعرضوا للتسمم، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم وإجراء تحاليل مخبرية لتحديد الفيروس المسبب بالتسمم الغذائي، فيما غادرت 20 حالة المستشفيات وتنويم حالتين تحت الملاحظة بمستشفى الملك فهد التخصصي بمنطقة القصيم. وصار في تسمم. كيف عرفت انه في تسمم؟ جاني وجع البطن. وش الاكل اللي اكلته بالضبط؟ ساندويتش ايش؟ شكشوكة. ايه. طيب البائع اللي كان يبيع بالمقصف وش جنسيته؟ هندي. ايه. طيب انت بالمدرسة على طول حسيت بالالم؟ ايه يمكن بعد نص ساعة كذا حسيت بالم على خفيف بدا يزود. في كان عندك غثيان؟ في كان عندك؟ لا ما كان. طيب طلعت من المدرسة ولا بقيت؟ لا بقيت لمن طلعنا جيت البيت. وعرفوا اهلك انه فيك تسمم؟ انت باي صف؟ ثاني متوسط. والتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع معي من أمام مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة مراسل الإخبارية خالد الربعي. أهلا خالد. مساء الخير زميلي عبد الله. حياك الله. وش وضع الشباب عندك؟ عسى أمورهم طيبة؟ الحمد لله غادرت جميع الحالات. ذكرت قبل قليل أنت زميلي عبد الله أن الحالات عددها 22. أيه. بعد ما زرت المستشفى يوم أمس مع مدير العلاقات العامة بالشؤون الصحية والناطق الرسمي. أيه. برفقة بعض في قسمة الطوارئ اللي الموجود متواجد فيها الآن حاليا، الأعداد بعد ما خرجنا تزايدت الأعداد إلى 10 حالات، يعني وصل عدد الحالات إلى 33 حالة. كل هذا بسبب طبعا للأسف حقيقة أمر مؤسف، إهمال كبير من قبل الشركة المتعهدة في توزيع الإفطار على الطلاب. ما حدث باختصار بسيط زميلي عبد الله، هناك مدارس بأحياء في الجزء الشمالي من مدينة بريدة، أحياء الفايزية والأفق. هناك عادة الإدارة العامة للتربية للتعليم تتعاقد مع متعهد أو شركة تقوم بتزويد المقاصف المدرسية بالأكلات. الشركة هذه حقيقة تولت أمر اللي هو أحياء الأفق والفايزية وبعض الأحياء، لكن للأسف حدث هذا التسمم، وتحديدا حدث في أكلة البيض والشكشوكة بشكل محدد. يعني على الصعيد الرسمي زميل عبد الله،
مباشرة الشؤون الصحية أعلنت حالة الاستنفار من بعد وصول بعض الحالات. أما إدارة التعليم فقد كونت لجنة من 5 أقسام تابعة للإدارة إضافة إلى الشؤون الصحية وأيضا المقاصد المدرسية وإدارة المتابعة بإشراف مباشر من مدير التربية من مدير التعليم. فقررت صباح هذا اليوم بإلغاء عقد هذه الشركة وأيضا تتحمل تكاليف جميع ما يتعلق من الأمور المالية. أيضا اتخذت قرار حقيقة يراها البعض أنه إيجابي وهو يكلف كل مدير مدرسة بالمقصف بحيث أنه يتعاقد ذاتيا يتصرف كيفما يشاء في مقصف مدرسته. هذا 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 أمر إيجابي بصراحة خالد، يعني إذا صار مدير المدرسة يكون هو المسؤول عن مدرسته وبدون ما يكون في تعميد لشركات تجي ما تدري وش، هذا شيء جيد بصراحة. نعم، وإذا تذكر زميلي عبد الله يعني قبل تقريبا 15 سنة كان هذا النظام، لكن غير وأصبحت شركات. صحيح. أصبحت شركات، بعد الشركات بدأت تحدث هذه الحوادث. زميلي عبد الله إذا سمحت لي معي الأستاذ أحمد البلهان، خلي يعطيني بعض التفاصيل، المتحدث الرسمي للشؤون الصحية اللي يعطيني بعض التفاصيل. ممتاز. عن ما حدث. أعلنتم حالة الاستنفار وهذا حقيقة أمر إيجابي وتشكرون عليه وهو واجب من واجباتكم، حدثنا عن بعض التفاصيل هذه بعد التحاليل هذه، ما الذي حدث بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا استقبلت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة القصيم أمس الظهر الساعة تقريبا الساعة 1:15 حالات التسمم اللي تقريبا سببها اللي مقاصف الوجبات بالمقاصف. طبعا بعد ازدياد الحالات واحدة تلو الأخرى أعلن المدير العام للشؤون الصحية الأستاذ منطق الخمعلي حالة الاستنفار للمتوقع أنه حدوث يعني مثل هذه الوجبة، أكيد يعني أعداد كبيرة من الطلاب راح تتناول هذه الوجبة. طبعا استقبلنا الحالات الحمد لله وصار الطوارئ كلها جاهزة للتعامل مثل هالحالات. عملنا الفحوصات المخبرية تقديم العلاج اللازم، والحمد لله يعني جميع المصابين بحالة التسمم غادروا المستشفى بعد أخذ التحاليل المخبرية وبعد إعطائهم العلاج اللازم. طبعا شكلت إدارة صحة البيئة بعد مخاطبة الأمانة بلجنة رباعية مكونة من الأمانة والأمارة وهيئة الغذاء والدواء وشؤون الصحية لأخذ عينات الدم من مقدمي الوجبات الصحية، وستظهر بإذن الله النتائج خلال تقريبا 24 ساعة القادمة بإذن الله. يعني الإجراء المتخذ من قبل إدارة التعليم تجاه هذه الشركة يكتفى به ولا في إجراءات تتوقع ثانية؟ والله طبعا أكيد راح تحال النتائج للجهات ذات الاختصاص للتعامل مثل هذه الحالات. خالد أنت عارف أنه هذول سم اللي سووه هذا ما يمشي، يعني الواجب أنه إدارة التعليم الآن ما يكون بس دورها أنها تلغي العقد وانتهينا. الأستاذ عبد الله يقول اللي سووه ما يمشي بالنسبة لإلغاء العقد. نعم أي يعني في جهات يجب أنه يجب أن يأخذ حق الطلاب هذول اللي تسمموا عشان صحيح. ما يكرر هذا الموضوع. صحيح بالتأكيد. أنا تكلمت مع أكثر من ولي أمر هذا اليوم. حقيقة فعلا كان مستاء جدا. وبعد اتصالي بالإدارة العامة للتعليم ممثلة بالأستاذ سلطان مهوس المتحدث يعني هو أكد أن هذول أبناءنا وهذول لا يمكن إحنا نرضى باللي قاعد يصير. نأمل إن شاء الله أن تكون هناك إجراءات أقوى ضد هذه الشركة. طيب أخوي خالد أنا جدا أشكر جهودك، مشكور ما قصرت من أمس متابعتك وأزعجناك على هالجانب وأيضا قمت بالواجب أكثر. شكرا لك خالد، يعطيك العافية، الله يقويكم وافنا بأي جديد يصير عندك. شكرا لك خالد. تناقل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور لتعرض 4 أطفال إلى عنف أسري في قرية آل صلاح التابعة لمحافظة أضم بمكة المكرمة. صحيفة المواطن تواصلت مع أحد أقارب الأطفال اللي أكد أن التعنيف تعرض له الأطفال أثناء تواجدهم في منزل أبوهم كون والدتهم مطلقة، مشيرا إلى أن أحد الأطفال أكد له أن التعنيف حدث من زوجة الأب.
بدورها وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت في حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن تم حجز مصدر العنف لدى الجهات المختصة، وأكدوا توجيه فرقة للحماية الاجتماعية إلى موقع الأطفال المعنفين لمعالجة الأمر. ينضم لي هاتفيا عطية زهراني خال الأطفال المعنفين، حياك الله أخوي عطية. سلمك أستاذي، مرحبا. يعطيك العافية. وين العيال، وإذا سألتك معليش العيال الآن وين وين مكانهم الآن، وين تواجدهم؟ الأطفال الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. الآن الأطفال عند أمهم الحمد لله. عند أمهم؟ أي نعم. اللهم لك الحمد. طيب يعني المنطقة اللي أمهم فيها وين يا أخوي عطية؟ في محافظة الحجرة. طيب يعني عندك أنت مع أمهم؟ نعم نعم. طيب ليش هذا العنف؟ هل هي زوجة الأب هي اللي ضربتهم الضرب ولا الأب؟ والله زوجة الأب، وفي نفس الوقت يعني الأب برضه فتح له المجال يا أخي سبحان الله. طيب ممتاز. الآن إذا 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 قلنا أنه تم القبض على مصدر العنف، مصدر العنف من هو؟ هل قبضوا على الأب والأم أو الأب والزوجة؟ لا والله ما للأسف الوالد فقط، أما الزوجة ليه؟ حريتها بحريتها. ليش طيب؟ مين هي اللي ضارب العيال؟ والله اللي أساسا هي مصدر عنف أساسا. طيب يعني هي الآن هي الآن المرة باقي جالسة في بيتها ما عندها شيء؟ والله في بيتها وفي بيت أبوها بالصراحة للأسف يعني الشرطة ما استدعوها ولا. ممتاز. طيب بسألك سؤال إذا تسمح لي، وضع الأب النفسي والصحي والعقلي الرجل سوي؟ والله هو يبغى له تقييم صراحة. ليش؟ يبغى له تقييم لسلوكه، أخاف يكون عنده انحراف أو شيء الله أعلم. طيب يعني اللي قاعد يسمح لعياله ينضربون هذا الضرب ويتعرضون لمثل هذا الأذى يعني يبغى له يعني يبغى له فحص صراحة. طيب أمهم إن شاء الله بصحة وسلامة الآن؟ إن شاء الله إن شاء الله. كيف نفس أمهم الحين، نفسيتها كيف؟ والله هذا شيء مؤلم صراحة أستاذي. العيال طيب كيفهم الآن؟ إن شاء الله جيدين، أمورهم طيبة. يعني الأحداث هذه صارت تقريبا قبل أسبوعين كمان، وما زالت أثار الضرب موجودة يعني للأسف. يعني يعني لو ما طلعت ما حد درى عنهم، يعني لهم أسبوعين ينضربون ولا حد درى عنهم؟ صحيح، غيبتهم على المدرسة و... طيب وحتى أبوهم كان بيوديهم عند أمهم مرة ورفضت. أنت كخال لهم في إجراءات ودك تتخذها أنت وأمهم؟ والله أكيد يا أخي نبغى الحد الشرعي صراحة. أها طيب الله يخارجهم من هالمشكلة على خير أخوي عطية. بصراحة وضع جدا مزري. العطية زهراني خال الأطفال المعنفين، شكرا لك يا سم. تفضل عندك شيء؟ والله في شيء مؤسف صراحة في الوقت اللي بعض الناس يتمنى نعمة الأولاد. أنا شهد صادق، يعني شيء مضحك مبكي مع الأسف يعني صراحة. نجد بعض الآباء يسمحون لأبناء تعدى على أبناء. شكرا، شيء مؤسف صراحة مبكي والله محزن. طيب شكرا أخوي عطية، يعطيك العافية. أصدقكم الله. شكرا. ينضم لي هاتفيا مدير فرع الشؤون الاجتماعيه بمنطقه الباحه الاستاذ احمد العاصمي. هلا اخوي احمد. هلا، السلام عليكم، مساك الله بالخير استاذ عبد الله. مسيت بالنور، الله يعطيك العافيه ويقويكم. يا مرحبا. اخوي احمد، وش اخر ما توصلتوا له الله يعافيك؟ شكرا لك، الله يطول عمرك. اولا شكرا لكم على البرنامج الناجح. تسلم. والحقيقه من اول ما تلقينا البلاغ اللي كان الساعه 11:45 دقيقه من مساء امس، اي من سعادة وكيل وزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة المساعد، بدأ تواصلنا مع الأخوان المساعدين في الفرع، واللي ما كان الحقيقة يتضح عنوان الأسرة. صحيح. والحمد لله يعني حوالي الساعة 2 وصلنا إلى أنه عنوانهم في مركز الجائزة التابع للمركز الأعظم اللي تابع المكة المكرمة. تم إعداد تمرير البلاغ للأخوان في الحماية الاجتماعية في الباحة الله يطول عمرك. صحيح. وتم التعامل معها أولا يعني بمخاطبة سعادة وكيل أمارة منطقة الباحة بشأن الوضع والتوجيه، ووجه الله يحفظه يمكن الساعة 8 اليوم الصباح بقيام لجنة الحماية الاجتماعية في الباحة بعملها على أكمل وجه وحسب تقضي النظام. أيه. تم تشكيل فريق كامل من قبل الشؤون الاجتماعية مع الأخوان في الشؤون الصحية
والتعليم وانطلق الفريق يمكن وصل حوالي لأنه يبعد حوالي 200 كيلو عن الباحة. وتم التنسيق مع مركز الجائزة للشرطة لإحضار الأب والأطفال إلى مقر المركز وتم مقابلتهم والاطمئنان عليهم. وأبشر الأخوان جميعا حقيقة اللي تعاملوا سواء بالهاشتاجات أو بالتواصل الاجتماعي أن الأولاد إن شاء الله يكونوا في حالة طيبة وأن وضعهم الآن مستقر مع أبوهم والأمور إن شاء الله في عمليه. لكن لن ينتهي هذا الموضوع على هذا الجانب سيتم التواصل. وجه سعادة الوكيل على اعتبار الأسرة يعني تقع خارج النطاق الإداري للمنطقة كتب خطاب طال عمره لأمارة منطقة مكة المكرمة من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق كل من يعني ساهم أو شارك في هذا. أخوي أحمد أول شيء صدق بيض الله وجهكم على الجهد هذا الوزارة ككل وأنت أيضا في المنطقة، لكن أنتوا قلتوا أنه تم التحفظ أو القبض على مصدر العنف. زوجة الأب أيضا يعني ما ألقي القبض عليها مع أنها يعني تعتبر سبب في ضرب هالأطفال، يعني شيء مؤلم والله يا أستاذ أحمد أنه زي هذه الآن تترك إذا كان الأطفال يقولون هذا الكلام إذا صح الاتهام من الأطفال. شكرا لك يا أستاذ عبد الله. طبعا تعرف أنه الشؤون الاجتماعية ليست مصدر يعني أو جهة للقبض أو الحبس أو للأمور هذه كلها، عارف. لكن الإجراءات النظامية من الشرطة والإمارة وهيئة التحقيق والإدعاء العام سيتم استكمالهم لإجراءاتهم النظامية بحق كل من تسبب في هذا. أطمنك وأطمن كل الأخوان أن الوضع الحمد لله يعني بشكل عام هو مطمن والوضع يعني ما يدعو للقلق كثيرا. صحيح أنه أي إذاء لأي طفل أو أي من أي جهة سواء من أب أو من أخ أو من زوجة أو من كذا الحقيقة غير مقبول، لكني أطمنك وأطمن الأخوان أنه كل الإجراءات النظامية بحق كل من تسبب في هذا سيتم اتخاذها وفق الإجراءات النظامية في الله يقويكم أخوي أحمد ويعطيك العافية. أستاذ أحمد العاصمي مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الباحة يعطيكم العافية والله يقويكم ويعينكم، ونعرف التعب اللي تعبتوه في مثل هذه الحالة وحالات أخرى مشابهة. شكرا لك. للأسبوع الثاني على التوالي تواجه وزارة التعليم عدد من الصعوبات مع ظهور عدد من المخالفات، حيث استغل عدد من المكتبات عدد من أصحاب المكتبات التجارية تأخر وصول كتب إلى المدارس للأسبوع الثاني على التوالي، يعني وقاموا بتصوير هذه الكتب وبيعها على الطلاب وذلك بموافقة بعض إدارات التعليم في المدارس. وثلاث وزارات الآن تحقق في الموضوع اللي هي التعليم والتجارة والإعلام. في تويتر تناقل المغردين صور الكتب المقررات الدراسية وهي معبأة داخل كراتين معسل، بينما يجري توزيعها على المدارس على سيارات هذه اللي انتم تشوفونها الآن، مطالبين بالتحقيق والتحقق في هذا الموضوع. حول هذا الموضوع علق الشيخ عادل الكلباني على الصور المتداولة بشكل ساخر عبر حسابه في تويتر، قال لعلها من الخطط الاستراتيجية لوزارة التعليم هذا، وتمكنت وزارة التعليم من حل أزمة تأخر الكتب الدراسية لطلاب وطالبات التعليم الثانوي، ووصلت الكتب بحسب تقارير صحفية لجميع إدارات التعليم في المملكة بعد إجراء الوزارة تسوية للخلاف المالي مع المطابع المكلفة بإعداد هذه الكتب. في منطقة عسير أصيبت 6 طالبات وسائقهم بإصابات متفاوتة إثر تعرض سيارتهم من نوع ميكروباص لحادث انقلاب في أبها، ونقلت حالتان لمستشفى عسير المركزي وحالتين عن طريق المواطنين، فيما تسلم أولياء الأمور الطالبتين بعد الكشف عليهم والتأكد من سلامة بناتهم. أيضا مدارس، نروح الموضوع الثاني. طيب نروح المدارس تبوك. مدارس منطقة تبوك ما كانت بمنأى عما يحدث في كافة مدارس المملكة اللي ومع بداية العام الدراسي الجديد تفتقر للعديد من التجهيزات كالكتب والمقاصف الغذائية وأعمال الصيانة. محمد العيدة من تبوك يروي التفاصيل في سياق هذا التقرير. ارتباك ليس له مثيل في بداية هذا العام الدراسي الذي كان الظن به أكبر من عقباته،
فكانت الصورة تبدو أكثر تراجعا في ظل ما تواجهه مدارس منطقة تبوك التي هي نموذج لما تعانيه مدارس المملكة بشكل عام. فمن سوء التجهيزات للبيئة المدرسية إلى نقص أهم عناصر العملية التعليمية الكتب، مرورا بفوضى القبول وتراكم الطلاب بأعداد كبيرة في الفصول، وانتهاءا بمواجهة موجة الحر بإعداد أكثر من سيء لتردي أجهزة التكييف إن وجدت، والإقبال على العام ببعض المدارس التي تظهر بخجل شديد من واقعها الذي لا يعكس التطلعات ولا يتوافق مع الإطار التنموي المشرق الذي تعيشه منطقة تبوك في كافة المجالات بشكل خاص والوطن بشكل عام. ولنا أن نتخيل أن مدرسة ثانوية في مبنى مستأجر وسط حي سكني يكتظ بالسكان في عمق مدينة تبوك يعاني طلابها من الازدحام الشديد داخل الفصول التي تحولت إلى حجر خانقة، إضافة لمعاناة المعلمين من مشاكل مواقف مركباتهم التي لا يأمنون عليها. ومثل هذا المشهد فإنه ربما يكون أكثر سوءا في إحدى مدارس الثانوية للبنات التي تجاوز عدد طالبات الفصل الواحد فيها أكثر من 65 طالبة، وهو أمرا لا يتم تخيله إطلاقا في محضن تربوي. وللمقاصف المدرسية حكاية أخرى، حيث لا يوجد متعهد يقوم بتشغيلها في حين هناك مدارس اعتمدت على التشغيل الذاتي لتيسير الأمور. المشاريع المتعثرة التي فاق عددها 94 مبنى معاناة أخرى، كل هذا لا يتعارض مع جهود كبيرة تذكر فتشكر لإدارة التربية والتعليم في إنجاز العديد من المشاريع التعليمية في كافة أرجاء المنطقة. نرصد السلبيات من أجل تحقيق الأمال والتطلعات، ونتساءل إلى متى مثل هذه التجاهلات للواجبات والاستعدادات، أم أن غياب عين الرقيب والحسيب أضفت شيئا من الطمأنينة والتراخي لدى المسؤولين. لبرنامج الراصد، محمد مشهور الأيدا، تبوك. ينضم لي هاتفيا من تبوك مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم تبوك الأستاذ علي القرني. أهلا أخوي علي. أستاذ علي معي؟ معي أستاذ علي؟ مدير إدارة الإعلام التربوي في تعليم تبوك الأستاذ علي القرني معي ولا لا؟ وعلى جميع الأخوة. حياك الله أخوي علي. مساء عليك أستاذ عبد الله وعلى جميع الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، ورشت لكم هذه الاستضافة تحت فرصة الحديث عن شؤون التعليم في المنطقة. نعمل المضيف المفيد لهذا البرنامج المميز الذي بدأ يأخذ موقع وصدار في البرامج التي تهم المجتمع. حقيقة استمعت إلى التقرير السابق وإذا أشكر لكم والزملاء هذه الجهود، إلا أن بعض ما ورد في التقرير خاضع على الاجتهاد بشكل كبير، وأحتاج ذلك لتسليط الضوء على عدد من النقاط. نفس أقف هنا مدافع كم الواقع ما، ولكن الحقيقة أن من تابع استعدادات العام الدراسي في منطقة تبوك هذا العام بكل دقة وموضوعية يرى أن مؤشرات الأداء ارتفعت بنسبة كبيرة عن الأعوام الماضية. وبالمناسبة في الاستعدادات العام الدراسي لا يتم اختزالها في شهر أو شهرين أو ثلاثة، بل هي عملية مستمرة طوال العام لا تتوقف في أكثر من 1200 مدرسة بخدمة أكثر من 200,000 في مختلف مراحل راح التعليم العام. نأتي لازدحام الفصول. لدينا في الإدارة لجنة مختصة بهذا الموضوع تعني بالكثافة الطلابية في الفصول وتوفير البداية المناسبة لتحصيل عدد الطلاب. ما ذكره الزميل في تقريره أن العدد وصل إلى 65 طالب في أو طالبة في مدرسة واحدة معلومة غير دقيقة أو صحيحة تماما. 45 من خلال برامجكم أؤكد لكم أنه لا يوجد في منطقة تبوك مدرسة تبوم في أحد فصول هذا العدد. بإمكانك والتأكد من ذلك مرة أخرى. طيب ننزل العدد 55؟ لا، أقصى عدد ممكن نصل إليه لا يتجاوز 45، وفي مدارس معينة وفي أضيق الحدود. أنا بقولك بقولك المدرسة، تبغى أقولك يا أستاذ علي، في عندكم خليني أقولك السالفة. في عندكم مديرة مدرسة متميزة جدا في تبوك ومعروفة بخلقها ومعروفة بأنها يعني بتعاملها مع طالباتها، لذلك هذه المديرة عندها زحمة وصايرين الطالبات بالواسطة عندها. فيعني لو تصنعوا لنا أربع مديرات بيصير الأمور طيبة. اصنعوا لنا أربع مديرات زي هالمديرة، اللي أنا ما ودي والله أذكر اسمها لأنه أنا طلب مني ما أذكر اسمها عشان ما أحرجها. لا لا لا، وهذا هذه الفكرة أنا بكمل لك إياها، إنه في مسببات الإقبال أولياء أمور على مدرسة محددة، لكن عدد 65 طالب 60 طالب 55 عدد غير صحيح. 45 يا رجل. 45 شوي 45 شوي. التقرير التقرير متكون فيه 65 أستاذ عبد الله، ممكن تتأكد منه. خلاص أنا نزلت 20، إيش رأيك؟
45 معقولة، في مدارس تتحمل 45. كيف 45 معقول يا شيخ؟ مو معقول استاذ عبد الله. لا، عندنا كثافة سكانية داخل أحياء معينة، عارف أحيانا تميز إدارة المدرسة. بس كيف نبغى نطلع طلاب أستاذ علي؟ بس إذا تسمح لي، معليش، إذا تسمح لي، كيف نقدر نطلع طلاب كويسين تعليميا في ظل أنه هالزحمة؟ يعني المعلمة أو المعلم مو قادر يوصل لهم أبدا، ترى كذا. صحيح، هذا ما تحرصه إدارة توفير بدائل ملائمة للطلاب المتأخرين في التسجيل حتى لا يحدث الازدحام بهذا الشكل. من العلم من بداية العام قرعت الإدارة في مؤسسة في إدارة اختبارات القبول في نهاية إجراءات القبول المتأخرين على التسجيل سواء في الصف الأول ابتدائي أو بقية الفصول، والطلاب والطالبات القادمين من خارج المنطقة وكذلك الطلاب والطالبات غير السعوديين، إضافة إلى توجيه الطلاب والطالبات المنقطعين عن الدراسة. وتم تخصيص موقعين، مقر البنين في مبنى إدارة التعليم الرئيسي ومقر في مبنى إدارة الإدارة النسائية للطالبات. الموضوع الآخر أستاذ عبد الله، نقص الكتب. نتحدث عن مشكلة تأخر الكتب، هذا الأمر كما تعلمون أشبع طرحا خلال الأيام الماضية. صحيح. ولا مانع من القول أن من عايش هذا الأمر في العام الماضي يجب تقدم وتحسن كبير هذا العام، والمسؤولين يحرصون على تذليل كافة الصعوبات في هذا الجانب. للعلم في تعليم تبوك الآن المستودعات والله الحمد تستقبل بشكل يومي كميات الكتب الناقصة. وأؤكد لك أنها ستكون مكتملة بإذن الله في جميع مدارس المنطقة في وقت وجيز لا يتعدى بضع أيام. طيب ممتاز. بس تسمح لي الحين نقول أن الكتب المدرسية خلال بضعة أيام على قولك، يعني نقول من 3 إلى 5 أيام أنه بتجي الكتب من كل الطلاب بإذن الله. طيب إذا تسمح لي، بس إذا تسمح لي أستاذ علي سم، أنا بقول لك تكليف المعلمات، تكليف المعلمات بأمور الضيافة في الأسابيع التمهيدية ترى ما هو بزين، يعني ما هو بصح أنه يكون عندنا معلمات يدفعون من جيوبهم على أسابيع الضيافة. لا، هذه اجتهادات فردية أستاذ عبد الله. من اللي قاعد يجتهد على بنات الناس كذا؟ في اجتهاد يكون من معلمة، من مديرة مدرسة لديها تعامل. وبكيف هو يجتهد على 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 المعلمين إنه يخليهم يقطون على الطلاب؟ لا لا لا، غير مسموح نهائيا جمع اي اموال داخل المدارس. طيب. ويتم التعميم ذلك في كل عام، ويتم محاسبه اي رفض اي مخالفه. حسبت احد السنه هذه قاعد ياخذ فلوس؟ نعم هناك إيه حالات ممتاز ومحاسبتها سيد عبد الله. ممتاز. بخصوص المقاسم المدرسيه ايضا انا احب اعالج الموضوع لانه مهم جدا. كان هناك اخلال ببنود العقد من احد المتعهدين في مجال المقاسم في العام الماضي واهمال مستمر، بعد ان كان مفترض ان يغطي جميع مدارس المنطقه. مما اضطرنا الى العوده الى التعاقد المباشر، وهو خيار ناجح عن طريق ادارات المدارس، وكان افضل الحلول لمواجهه قصور المتاهل. والمهم وهذه نقطه مهمه وجديره باهتمام الاستاذ عبد الله، يجري العمل حاليا عندنا في تعليم تبوك على تنفيذ مشروع اداره بعض المقاصف المدرسيه من خلال مشاريع الاسر المنتجه، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيريه وامانه المنطقه. الهدف منه توفير حاضرات اعمال للاسره السعوديه والحد من مشاكل بعض المستثمرين للمقاصف المدرسيه خلال الفترات السابقه. وسيرنا عن ذلك بمشيئه الله باشتراطات ولوائح معينه. طيب اخر سؤال، في انت تبغى تكلمك عن تعاثر المشاريع ومدارس المستثمرين؟ لا بس طيب اذا تاذن لي بس بسالك عن هالموضوع الصدقات. يعني يقال ان في معلمات يجمعون صدقات جوا المدارس، وفي منافسه بين المعلمات في هذا الجانب، من تجمع اكثر من الطلاب، صحيح هذا الموضوع او لا؟ استاذ عبد الله، احنا طرحنا اقمنا مؤتمر اعلامي مفتوح في بدايه العام الدراسي. وباستمرار يعني الاعلام دائما هو شريك لنا في العمل التعليمي. صحيح. كل ما يرصد لنا داخل الميدان نتعامل معه بكامل الجديه. طيب. هذا الامر انا لاول مره للامانه. طيب. لاول مره اسمع بهذا. ودي تتاكدون منه استاذ علي، والله ودنا نتاكد من هالموضوع اذا ما عليك امر. أستاذ علي القرني مدير إدارة الإعلام التربوي بمنطقة تبوك، شكرا لك، يعطيك العافية، أشكر هذا الصراحة وأشكر هذه الشفافية منك، ونتمنى منك أيضا التواصل معنا من جديد، وتتواصل أيضا مع محمد هناك. ها تداول المغردين مقطع فيديو يظهر احتراق شابين بسبب ولاعة، ذلك بسبب انتشار غاز علبة الفضفاض اللي تسبب بحروق في الوجه من الدرجة الثالثة والرابعة.
قرر مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر منح مستشار المبيعات في الشركة بمطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بتبوك شاهر الجهني اللي يلتحق بالخطوط السعودية عام 2012 شهادة شكر وتقدير ومكافأة مالية تعادل راتب شهر تقديراً للأمر اللي قام فيه من عمل إنساني ودور في إنقاذ طفل تعرض للاختناق بجسم صلب مما كاد يودي بحياة هذا الطفل. الحديث عن هذا التكريم معنا مباشرة من تبوك شاهر الجهني مستشار المبيعات بمطار الأمير سلطان بن عبد العزيز. حياك الله شاهر. هلا حياك الله يا بعدي، شو أخبارك؟ كيف حالك؟ والله بخير الله يسعدك، شو أخبارك أنت؟ بيض الله وجهك ويعطيك العافية، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إيش سويت للولد هذا؟ أبد، هذا واجب كل شاب سعودي أو شيء قبلي. صادق والله يا طول عمر سامع. أول شيء أنا حاب قبل لا أقول أي شيء حاب أني أقول لك أنه العمل اللي أنا سويته أول اللي زي ما تقول أنه عمل هو واجب على كل مواطن سعودي موجود أو على كل مسلم. صحيح. الشيء اللي سويته أنا أي أحد عنده 1% من الشيء اللي أنا أعرفه أو بالدورات أو التوعية اللي عندي صدقني ما راح يتردد، يعني الشغلة مو علي لوحدي فاهم، لكن هو المشكلة الجهل اللي كنا فيه حنا والمنطقة اللي صار فيها الاختناق الطفل يعني كانت بمواقف سيارات معدومة فاهم كيف؟ ايه انت وين كنت؟ اذكرني بالاسالفه بس باختصار. في جهل السالفه انه كان يوم عادي يعني زي اي يوم عادي طالع من الدوام طال عمرك وتفاجئ بزحمه بشر موجوده في المواقف، فهمت شلون؟ ايوه. فزي راح يشوف ايش الوضع فانصدمت انه في طفل صغير طايح في الارض بحاله اغماء. إيه؟ فحاولت اني اعرف ايش فيه، انا ما اعرف هو منصرع ولا مختنق او ايش فيه. إيه؟ فقالوا المختنق بجسم. انا طبعا عندي دوره اسعافات اوليه ماخذها من الغوص، شيء خارج عن الخطوط يعني الهوايه لي، فهمت شلون؟ ما شاء الله. فالشاهد في الموضوع اني طبقت هذا الشيء اللي انا ما عمري استفدت منه صراحه، واللي يشوف انه دحين له اهميه كبيره، صح انه ما على حياتي او حياه احد يعرف، لكن كانت على حياه طفل بريء. طيب ايش سويت؟ يعني المصلحه اسره محتاجه. اللي هو سويت يعني سويت عملية الريسكيو اللي اعرفها اللي هي ان قلب الطفل تقلب. أيوه. الطفل فوق تحت تبدا تضغطه فاهم، مع انه كان بحاله اغماء يعني. فبدأت اعطيه ستيب 2 ستيب 1 ستيب 2 ستيب 1 لين لما طلع الجسم العالق في حلقه، والمشكله انه مو هو مختنق فيه، المشكله انه متعلق بحلقه لانه كان بالع غطى علبه غازي مشروب غازي، فهمت شلون؟ فالشاهد في الموضوع انه طلع، بس انا الصدمه وين؟ الصدمه بعد ما طلع الغطاء انه ما في تنفس ولا في اي ريسبونس انه يعطيني الطفل انه حي او انه موجود على قيد الحياه فاهم؟ طيب وكان بحاله ذهول يعني، حتى انا انصدمت يعني من هذا الشيء بعد ما طلع ما تنفس. فطبقت السي بي ار اللي هي التنفس الصناعي والضغط لانعاش القلب. طبقتها تقريبا 6 مرات وتفاجات بانه الطفل قام زي ما كانه قام من حاله فزع او حلم. كم عمره؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله. كم عمره؟ والله انا صراحه بين 5 و6 سنين اتوقع، 5 سنين 6 سنين. طيب ابوه ايش قدم لك؟ اي نعم. والله ابوه قدم لي مبلغ مالي قيمته 15000 ريال. فاهم شلون؟ ورفضته. ولكن ادارتك اجبرتك تاخذ هديه من عنده. اكيد من عند الاداره لازم ناخذ، هذا ايش دعوه، هذا عملي فاهم. انت من لكن من عند الرجال انا حاب انه احتسب الاجر لله. ايه طيب كيف كان تفاعل ابوه معك بعد ما يعني بعد ما خلص الموضوع واعطاك الهديه ورفضتها، كيف كان ابوه معك؟ كيف كان الطفل ايضا؟ الطفل طبعا قاعد في المستشفى يوم كامل، كان يحتاج الاكسجين، كان عنده اكسجين كامل. لكن الاب الزمني يعني، راح عند الاماره وراح عند وزاره الخطوط السعوديه، توجه لكذا قطاع عشان يعطيني المبلغ. طبعا انا ما ابغى، لان هو انسان محتاج، مو محتاج فلوس، محتاج للمساعده اللي انا قدمت له اياها. فانا يعني انت عارف انه العمل الخير اذا قدمته لوجه الله راح يعني تحتسب فيه الاجر لوجه الله بينك وبين نفسك. طيب. هذا الحال ويكفي. فما اخوي شاهر والله احتاج هذا الشيء. والله ونعم اخوي شاهر، وانت من الناس اللي يرفع فيك الراس. مشكور، والخطوط السعودية عندها إن شاء الله كثير من هالنوعية. شاهر الجهني مستشار مبيعات بمطار الأمير سلطان بن عبد العزيز، شكرا لك. تطبيق مطار الملك خالد الدولي للأجهزة المحمولة، انطلاقة هذه متميزة لخدمة المسافرين، تحتوي على العديد من الخدمات
والمميزات. أيمن الزهراني ركب هذا التطبيق ونقلنا محتوياته، نشوفه ونرجع. في وقت متسارع نحو التطور والتقدم، وجب علينا مواكبة كل الإمكانات. تطبيق مطار الملك خالد الدولي للأجهزة الذكية بادرة تساهم في خدمة المسافرين وتسهيل الإجراءات لهم داخل المطار، بدءا من التنبيه للرحلات مرورا باستعراضها، وكذلك الدليل الإرشادي للمرافق كالمواقف والنقل والتسوق. سعداء بإطلاق تطبيق مطار الملك خالد على الأجهزة الذكية، وهو الخطوة الأولى ضمن سلسلة خطوات لتحويل مطار الملك خالد الدولي إلى مفهوم المطارات الذكية. ببساطة الاعتماد على التقنية الحديثة قدر الإمكان للتفاعل مع الركاب وتسهيل الإجراءات لهم. التطبيق يحمل في طياته تطويرا مستمرا في الأيام القادمة ليكون أكثر تفاعلا مع المسافرين، كما سيتم ربط التطبيق مع الأنظمة الأخرى التي تهم المستفيدين من خدمات المطار بصفة عامة. المرحلة القادمة راح يكون فيه إضافة لخدمات المواقف، مثلا متابعة الموقف، موقف السيارة، عشان بحيث أنه يعرف المسافر يعني وين وقف السيارة. أيضا خريطة تفاعلية لتحديد الأماكن، أماكن البوابات أو المرافق الموجودة في المطار، ويحدد أقصر طريق والوقت المتوقع الوصول إلى هذا المرفق أو إلى هذه البوابة. تطبيق مطار الملك خالد الدولي للأجهزة الذكية انطلاقة متميزة لخدمة المسافرين داخل المطار. أيمن الزهراني، الإخبارية، الرياض. ماجد عبد الله الحبيب للكل واللي اتفق عليه الجميع رغم اختلافاتهم وميولهم. لا للتعصب كلمة تجسدت في حوار طريف حصل بين قائد المنتخب السعودي ونادي النصر السابق ماجد عبد الله مع طفل هلالي، حيث كشف هذا الطفل عن ميوله الكروية رغم لقائه بالأسطورة ماجد، وهو الميول اللي أثنى عليه الأسطورة ماجد وقال ونعم. ها؟ تحبه شوي ولا كثير؟ تحبه شوي؟ المهم يحب فيه حب. ها؟ المهم فيه حب. أنت تشجع؟ عادي. حقق طالب نادر بن محمد الشهري من تعليم الطائف المركز الأول في الرياضيات الذهنية في المسابقة اللي أقيمت في الهند العام 2015، وكان نادر قد شارك فيها ضمن فريق بالمستوى الثاني وحقق إنجاز فريد لأبناء المملكة العربية السعودية وهو بهذا السن الصغير. مع هذا الإنجاز لهذا الطفل نقفل ملفات حلقة الليلة، وبإذن الله لنا موعد معكم بكرة إن كنا من الأحياء. شكرا لكم، أنتم دائم عين الراصد، راسلونا عبر حساب البرنامج في تويتر. مع السلامة.